السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أفضل موقع وأفضل أداة ممكن تشتغل بيها عشان تصلح لك الأخطاء، بيديك علامة أو خط تحت الكلمة وأنت تقدر تشوف الاختيارات. الأداة أو الموقع اسمه جرامري. أنا ممكن أعدل على طول، أو ممكن أقول له هات لي بقى كل الاقتراحات للتصليح. فقلت ده مثلا ديت، يقول لي اوف مفروض تبقى فور، دوست عليها اتعدلت. الكلمة دي مفروض تتكتب بشكل اخر، ديفاين. مفروض في كلمة مثلا تتمسح، مفروض الكلمة دي تتكتب بشكل اخر. فميزة الأداة دي انها بتصلح الأخطاء الإملائية كلها وبشكل حلو. تمام، بس طبعا انت المفروض تقراها بشكل حلو، لأن ممكن هو يعني يصلح كلمة، لأن هو بالذكاء الاصطناعي فلازم تتأكد من التصليح بتاعه. تعال نشوف الأداة كده اللي احنا مسطبينها اهيت. بيبدأ بقى يقول لي انت عايز تشيك فور رايتنج سجستشن فور اون جوجل دوكيومنتس. اوكي، لو انت في حاجة عايز تقفلها ممكن توقفها. طيب انت بتكتب بالامريكان ولا بالبريتش؟ تبدأ تختار انت بتكتب بأني حاجة. ممكن تدخل في وول سيتنج فتشوف الاعدادات كلها، بحيث ان انت تقدر تتحكم في هو يركز على انهي تعديلات. هنا مثلا اول حرف مثلا المفروض يبقى كابيتال، فهو بيبدأ ان هو يصلحه.